بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن الجلد هو المستوعب لكل حواس الإدراك، ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل، جعلها هي المستوعبة للألم. فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى ما يبقاش إيه، فكأنها مغلفة للجسم. وما دام مغلفة للجسم، الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها، فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه، فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم، اشمعنا بقى لجلودهم؟ لأن هذه العمدة بقى في العذاب. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم؟ السؤال مش وارد، لأن أنت بتسأل عن علة الشهادة. ده الأصول تقول كيف شهدتم علينا، أنتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا، عشان تعرف أن في لخبطة في الكلام، ما بيعرفش حتى يكلمه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كان الجواب: أنطقنا الله. الجواب مخالف، كان يقول لما شهدتم علينا، يقول له إيه؟ لأننا أقوى حارس عليك في أي وقت. إنما بيقولهم جم في الجواب قال أنطقنا الله، يبقى كيف شهدتم؟ يبقى أنطقنا الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء إيه؟ شيء آخر. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: احنا شهدنا انما انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ده احنا ملناش حيله فيها، اللي ما ينطقش ينطق. فانطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطق كل شيء، ربنا قال لك ايه؟ كل شيء له لغه، ولغه يتكلم بها، ولغه تفهم ويفهم. النمله مش قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، أكنها دورية حراسة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وعندها عدالة في الحكم، ما قالش اعتداء عشان يحطمكم وهم لا يشعرون، لأن انت يا نملة لما تكون تحت خف البتاع ده أداري بيكي. طيب، وبعدين يجي الهدهد ويخاطب سليمان بما يفهم، لما يقول له انت كنت لأعذبنه إلى آخره، قال: أحط بما لم تحط به. الله بينائر النبي: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ويتكلم مش كلام بس كده، في صلب العقيدة: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وبيفهم المتكلم، ده عارف قضية التوحيد. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله، فكأن كل شيء له لغة، بس مين الله يعلم مين؟ ولذلك امتن الله على سيدنا سليمان: علمنا منطق الطير. طب والجبال الجمال؟ ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح. يبقى كل شيء إيه؟ حين تقرأ هذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اللي يعلمكم ربنا التسبيح تعرفوه. ولذلك اللي كانوا يقول الحصى سبح في يد رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: وسبح الحصى في يد أبي جهل. وسبح في يد أبو جهل الراحة. إنما قل: سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده.
هذا الكلام اللي انقال، مش تقول سبح، طب ما بيسبح بيد الكافر، وان من شيء الا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. بعض العلماء يقول لك انها تسبح تسبيح دلاله على خالقها، يقول له ان كان تسبيح دلاله على الخالق فقد فهمته، وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. عجيب دي منين انت؟ يبقى تسبيح تسبيح، وما دام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغه، لا دلوقتي بيجيبوا لغه الاسماك ولغه الطيور ولغه كل حاجه، لا. ولغه النمل ولغه النحل. اذا كل كائن حي الا امم امثالكم، زي ما بتتفهم، بس مين يعلمه الله هذه الايه، هذه اللغات، عشان يفهم عن الله سر الله في خلقه. ومن العجيب ان الهدهد علم قضية الإيمان، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، وجاب العلة علة واحدة بقى، بس يهود هدو الله يخرج الخبأ بس من البس. قال لك لأن الخبأ ده قوت الهدهود ما يجيش من على سطح الأرض أبدا، قوت الهدهود لا يأتي إلا من تحتين أو من الأرض الطويل يطلع إلا على السطح ما يأكلون، فبيجيب الحتة اللي تهمه اللي بيجيب له الإيه اللي بيجيب له الرزق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لا تظنون أنكم انفلتتم من الله بالخلق وخدتوا النعم عمالين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا، لا هترجعوا ولا تسألون عن كل شيء، وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بنعمه فشكرها وذكرها ولم ينسها. انتوا فاتكم شيء، كنتم تستترون عن امثالكم، يستخبى كده وتعمل الحاجه اللي ما انتش عايز حد يشوفها، انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله، ادي واحده. وما كنتم تستترون عن انفسكم، انت خايف لا غيرك يشوفك، ده ذاتك ونفسك هتشوفك وهي اللي تشهد عليك، الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي هتشهد عليك انك اجرمت. الله. والرجل اللي رفضت بها واحد هي اللي هتشهد عليك. الله. طب ما هي اللي عملت، وهيقول لهم انا كنت بدافع، انا بدافع عنكم، تقولوا لا احنا كنا مامورين من الله ان ننفعل لمرادات صاحبنا. يا جوارح انا جعلت مراد صاحبكم ان كنتوا تنفذوا له اللي هو عايزه، اذا فتنفذهم للي عايزه وان كان معاصي بامر الله. واحنا ضربنا مثلا، قلنا الراجل الضابط اللي خد كتيبه ونزل بها في اي مكان، الجنود مامورين يعملوا ايه؟ يطيعونه حتى اذا ما جاءوا الى اعلى يقول والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا، طب ما امتعدونوش ليه؟ قانون بيقول اطيعوه. كذلك جوارح الإنسان أمرها الله أن تطيع مراداته، وطاعة مرادة الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا أو شرا، يروح بالرجل المسجد ويروح بها الخمارة، ويقول باللسان الله واحد، ويقول باللسان ما فيش إله الله. إذن كل جارحة بإيه؟ بمراد الله لها أن تكون طاعة صاحبها. لكن إذا جاء يوم القيامة انحلت هذه في إطار قوله لمن الملك اليوم، انت كنت مسيطر على زمان انما دلوقتي مش هتسيطر، هتقول اللي انت عمل. وما كنتم تستترون، استترتم من الناس فانكم لا تستترون اولا من الله، ولن تستتروا من نفوسكم، وبعدين هتشهد وشاهد عليها شاهد من ايه؟ هو اللي يشهد. نقوم نقول له الله، هو اللي هي اللي تشهد؟ يقول له نعم هي اللي تشهد. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له العقل، خلق له القلب، القلب تستقر فيه العقائد، العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الأحسن ايه يعمله، وبعد ذلك الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ أتقول اليد تحركي إلى أعلى أو سلمي على فلان؟ أنت بتقول لها كده؟ أتقول للرجل قوم أنا عايز أقوم؟ ما بتقولش، بمجرد ما يجي خطر القيام في بالك تلتفت تلاقي قوم. ده ربنا اداها صفة جامدة أوي. طب ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون، يقول له. طب وأنت ده أنت ما بتقولش، أنت ما بتقولش أنا بمجرد يخطر على بالك
أم قال لك لا ما أنا أقولش زي وهو نام النوم يطيعوني أقول إيه ده فاخد الأمر من أعلى مني واخد الأمر من أعلى مني وهو الحق سبحانه إيه سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحق سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده ما تقدرش. معنى ربنا بقى اللي تكتري عليه وانت عارف انه بقى شايفك كده. وذلكم العمل اللي انتم عملتوها ما كنتم تستترون الى اخره ظنكم الذي ظننتم بربكم انه مش هيعرف حاجه عنكم ارداكم هذا الظن فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل ايه اللي يحصل؟ فان يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله حاجة من اثنين. الواحد لما يعمل على مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بأن لا يفعل يبقى إن كف يبقى كويس وإن أصر يبقى النار مسوى له. وبعدين إيه إن يستعتب فما هم من المعتبين إيه الحكاية بعدين؟ يقال عاتب فلان على فلان يعني لامه على أمر ما كان يصح أن يكون منه. يقول له أنا مرضت ما زرتنيش يا أخي ولا سألت عني هذا العتاب. يقول له طب معلش اغفرها لي لأنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وفي حالة كذا وكذا. يبقى ساعة ما يبين له العذر يبقى هو عتب عليه. لما يتبين العذر يقول أعتبه أي أزال عتبه قبل مبررات تخليه يزيل الايه العدل. في الاخره ما فيش لازم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف لك العتبة حتى ترضى. يعني ان كان حصل منا اي حاجه انا بقى ايه ازيلها واقول يا رب انا ضعيف وانا ما غدلتش ولا لكن دول لا حي ما فيش هنستعتبهم ولا لان العتب لون ايه من المحبه لان ما انتش عايز هو وعمل كده انت في الف غراره. ولذلك يقول لك اما العتاب فبالاحبه اخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق. فاذا لما تعاتبش واحد الا لا يكون لك فيه ايه في امل. ان ازال عتبك يبقى اعتبه عتبت عليه فاعتبني ازال عتبي اسمها همزه الايه همزه الازاله همزه الازاله لان للازاله همزه ولها التضعيف. مثلا تقول مرضت فلانا يعني ايه ازلت مرضه. تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهه ازلت قشرها يبقى مره الازاله تاتي بالتضعيف ومره تاتي بايه بالهمزه. وقيضنا لهم قرناء. قيضنا يعني جبنا لهم قرناء. المقايضة البيع والشراء زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت المقابل. قيضنا لهم قرناء تقول قضيت ديني إذا وفيته يبقى قيضنا لهم قرناء لأن الله يريد من الإنسان أن يتجه إلى طريق الخير المرسوم من الله. وطريق الخير المرسوم من الله يريد أن يؤكد صدقك في التوجه إليه. يقوم يجيب ناس يقول لك يكرهوك في الطريق يقول لك لا ما تروحش علشان إن أطعتهم يبقى رغبتك انتهت
وما أطعتهمش يبقى معناها أن الإغراء في أن تنأى عن طريق الخير. ودي مهمة الشيطان. الشيطان يعني جاي ليه؟ الشيطان جاي الشيطان أشوف إيه، يعرف مين اللي إيمانه إيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قرين ويسألش عنه. لو ما كانش موجود كنا نقول ده رتابة، لو وجدت معارضا لصارت، ما أقولك لا موجود المعارض، ومع ذلك لا يسير لأن حب الله قد تمكن في قلوبه. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي وما خلفهم من اللي ينتظر، قولوا إيش أنت مصدق أن في قيامة؟ قيامة إيه؟ ما فيش كلام، الكلام ده ما فيش. الله يقوم وإن كانت في قيامة قال ولئن رددت لأجدن خيرا منها منقلبا، برضو لسيدني هنا هيسيدني هناك، كلام كده. وقيضنا لهم قرناء قرين فزينوا لهم ما بين أيديهم من شهواتهم وما خلفهم من أنهم يكذبوا القيامة، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. الله، القوم العرب عندهم ملكة عربية، وملكة عربية تميزوا بها عن سائر الجيل بدليل أنهم صنعوا لها مؤتمرات. كل دولة بتعمل معرض لجهة النبوغ عندها، ده يعمل معرض لكذا وده معرض لكذا. العرب ما عندهمش حاجة، فعملوا معرض للكلمة وعملوا الأسواق اللي روح يحتكمون فيها إلى الشعراء، من الذي جود، من الذي أحكم، ثم يأخذون اللي تنجح من الأمبلياد اللي بيعملوه يعلقونها على أشرف مكان في الأرض وهي الكعبة. يبقى ما فيش أمة عملت معرض للكلمة ولا للأسلوب، ولذلك اختار الله أمة العرب لتكون متلقية لإعجاز القرآن، لأن هي اللي تقدر تحكم على بلاغه. فلما كانوا بيعملوا معارض يجي مثلا زوكاز في المجنة المجاز، ويروحوا بقى كل واحد جايب طول السنة يعمل له قصيدة ولا يعمل له أي حاجة، ويروح يلقيه والنبغى الزبياني كان حكم، ويقعد يحكم لدي ويحكم لدي ويحكم إيه ويحكم لدي. إذا القرآن ما جاش على أمة كده، جاء على أمة لها نبوغ في فن الأداء والكلمة، عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب أولى. وأيضا فإنه لم يجعل لهم تقدما في شيء إلا الكلمة. ليه؟ لأن المفتاح للدين هيجي المعجز القرآن، يقوم يغفروا له ساجدين. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها أمة ذات أداة في فصاحة وبلاغة وأداء، ولا نبوغ لها في أي شيء آخر. لأن لو أمة لا نبوغ لها حضارة، ولا بيقول لك ده ثورة حضارية، لا يا أخويا أمة أمية ولا تعرف أي حاجة، والنبي اللي قالهم رخر أمي. طب الأميات شرف فيه، إنما مش شرف فينا. ليه؟ كأنه بيقول إن رسول الله لم تدخل عليه معلومة من البشر، وإنما دخلت عليه كل معلوماته من الله. فيبقى اللي من رب ومن اللي أدب ومن اللي عمل. يبقى كونه أمة أمية وهو أمي، دي دليل على أن كل منافذ الخير مش من عند البشر. ليه؟ لأنه جاي يصلح البشر، ما ياخدش من البشر عشان يصلح البشر، يقوم ياخد من للبشر من رب البشر. طيب أدي واحدة كمان، ملهاش وطن. يعني تلتفت تلاقي العربي بقبلته بعياله هنا النهارده، لان في ميه وفي شويه مش خضره، وبعدين يذهب الى مكان ثاني يلتمس الماء، يبقى ملوش حته متوطن فيها ومسكن، مش باني له فيله ويصعب عليه يسيبه بيته على ظهر الجمل اينما ذهب. إيه؟ ومن جلود الانعام ايه بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم، ملوش حته وطن. كذلك حاجه ثالثه ودي أهم، العرب كانوا دائما في محل قتال.
الحرب تفضل بينهم بالأربعين سنة. هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرة بالحرب. ساعة رسول الله مع جنود يزوغوا في الأرض ما عملش كلية يربي في الحرب، قاعدين منقوعين في الحكاية دي وبيقتلوا بعض الله. يقوم لما يجي القرآن مدام ما ارتبطوش بوطن يقوم يجي لهم سيحوا إلى فارس، سيحوا إلى روما، روحوا إلى، مش حاجة صعبة، أنا ما سبتش حاجة عزيزة عليا، ماليش وانا ليا أرض ولا ليا حاجة، الحكاية على ظهر الجمل. يلا. وبعد ذلك يقول لهم أنا مش هعمل مدرسة حربية، لما عوز القتال هقول هيا في الجهاد كله يجي، لأنه إيه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم والطار والمش عارف إيه وإلى آخره. الله، بدليل ان لما النبي يحب غزوه يلتفت يجي الشبان عايزين يروحوا الغزوه، يقوم النبي يقول لي ليه ده ادخل انت وانت بلاش، يقوموا يعيطوا يقولوا يا رسول الله انا اسرع، هذا اللي انت خدته انا اسرع، تاخد ما تاخدنيش ليه؟ الله، بيرمي نفسه على انه يروح بالله. طب اسرع، يروح سرع، يروح واخد الاخر. اذا ففيه اشياء ثلاثه، اللغه وحسن الاداء وبلاغه الصنعه، الأمر الثاني أنهم لا توطن لهم، الأمر الثالث أنهم ما تعلموش كلية حربية في أيام الرسول، بل كلما سمعوا هيعة طاروا إليها. يبقى معدين لهذا ولا لا؟ يبقى معدين لحمل هذه الايه، هذه الأمر. سيد الإعجاز القرآن، أم العرب اللي هم أمة لغة وأمة كلام بيستسيغوه، هم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته إلى منهج القرآن. يبقى العمل اللي نعمله إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته. فالعمل نعمل إيه؟ تسمعون. لو كانوا يعلمون أن القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كان يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن، وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده، شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن لا يمكن أن تغلبوا إلا إذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه. إن ما عملتوش دي هتغلبوا، وإن عملتهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وإعجازه. آخر المصاف الأول يقول الرسول مجنون. طب مجنون إزاي بقى إن شاء الله؟ طب هات المجنون، المجنون يبقى له خلق، ده على خلق عظيم، وأنتم مدحتوا في سلوكه وأمنتوا في صدقه، المجنون مالوش دي. طب ساحر؟ قال لا. طب ما دام ساحر وسحر قوما آمنوا به، ما سحركوش انتوا ليه يا فتوات؟ ما كان يسحركم تروح ليه؟ طب ده شاعر، ده انتوا أمة كلام بقى، في فرق بين ده والشاعر بقى، ده شاعر ده تقولوا عليه الشاعر ده؟ تقولوا عليه كان؟ ده انتوا أمة كلام. يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف إلى إيه؟ قالوا صحيح القرآن كويس، ولكن قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الآفة في القرآن بقى، الآفة في إن محمد هو اللي جايب القرآن. يبقى الشك مش في القرآن، يبقى إحنا خدنا منكم أن القرآن صادق في إعجازه وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة، ولكن اللي مزعلكم إنه جه على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هوش زي عتبة ولا عروة ولا الوغى. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب عرفنا دي، يبقى شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد، ومحمد تصديقكم لقرآنه وأعجابكم بأولى من شهادة كلهم، لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه. الرومان ما كان مش مصدقين محمد، لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل، وفارس ما عندهاش. فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان.
اللي هم بيؤمنوا بالإله. فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته لنفسه. الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينهزم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويزعلوا المسلمين ليه مش مؤمنين بكم، يقول لك إنما مؤمنين بأن في إله. فهذا القدر إيه يكفينا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة، وإلا الذي استشرى ولا يؤمن بآخرة يقعد بقى يفرتك في الدنيا زي ما هو عايز. إنما ربنا يجي الذين يظلمون الحق في أي صورة ولم يذقهم عذاب في الدنيا، وبعدين يقولون بس العذاب ده مش حياتك، فهيبقى عذاب الآخرة أكبر من العذاب دي. ولذلك ما تزعلش، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا، حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم، بقالهم طر مش عند المؤمنين، ده الطر بتاعهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان. وقال أنا عايزين الجماعات اللي أضلونا دول نجعلهما تحت أقدامنا، لأنهم سبب الإيه الضلال، والمعركة تقوم بينهم وبين بعض. أهل الباطل معاركهم يوم القيامة فيما بين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حوريكم فيهم في الآخرة بقى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. بتوع الضلال بقى اللي أظل يقولوا ده احنا ما كنا شقا، ما كان لنا عليكم من سلطان، كإبليس تمام. ولذلك إبليس هيغلب اللي اتبعوه. يقول ايه، احنا انا ما كانش لي قدرة على انني اغويكم الى الشر، لا قدرة حجة تقنعكم فتعملوا، ولا قدرة سيطرة ترغمكم فتعملوا، وما كان لي عليكم من سلطان. شوف، ولذلك يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. أصرخه يعني أزال صراخه، لأن الإنسان لما يكون مع في مأزق ولا فيش حد وياه بيصرخ الناس تيجي تعينه. فالذي يأتي يقول أصرخه يعني أزال سبب صراخه، لا أنا مصرخكم ولا أنتم مصرخي، أنا ما عملتش أي حاجة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كنت على إيه؟ على تشويره. نعم. وقال الذين كفروا ربنا، دلوقتي ربنا الله، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهم، إحنا قبل ما تعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تحت أقدامنا قال لأن إحنا عايزين نعذبهم، مش عذاب إيلام، ده عذاب إهانة وهوان، إن أنتوا كنتوا عاملين علينا مش عارف إيه وعملناكم تحت رجلينا. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، فيه رب وفيه إله، كل حاجة لها مجالها،
الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعهد بالنعم. ولذلك يقول بين ربيه، يعني نعمل له ايه؟ ما يؤهله لغايته، هذا المربي. فالله رب خلق من عدم وأمد من عدو، وظل يأخذنا بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا إلى أن نقوى ولا اشتد ساعدنا، يقول له تعالى بقى نكلفك. إذن فعملية الربوبية عملية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر. فالله رب الكافر، برضه هو اللي خلقه من عدم وأوجده من عدو وأمده وإله. إذن فعطاء الربوبية عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول له أنا خلقت الأرض وفيها كل عناصر الخير والوجود، وخلقت لك عقل وخلقت لك جوارح، إن أحسنت الأسباب فيها تأخذ ثمرتها، وإن لم تحسن تبقى أنت اللي خبت. يبقى إذن عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن وللكافر. ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم؟ إذن هو طلب الرزق لمن آمن. فقال له صحح المعلومة يا إبراهيم، لأن الرزق أنا بديه لمن آمن ومن لم يؤمن، لأن من اللي استدعيته للوجود، وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى اديله هو يعيش واديله أسباب، يبقى اسمه عطاء الإيه؟ عطاء الربوبية. فلما جه في مرة تانية قال وارزق أهله من الثمرات من آمن، قال له المعلومة دي هذا، ومن كفر برضه حديه، ومن ايه عديل ومن كفر، لان دي عطاء ربوبية. ولذلك سيدنا ابراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل عشان يستضيفه، الاول ساله عن دينته فوجدوش مسلم، فسد الباب في وشه ومش الراجل. فعاتب الله ابراهيم وقال يا ابراهيم وسعته في ملكي ولم عنه رزقي مع كفره بي، وأنت تريد أن تغير دينه في ليلة تضيفه بها. فجير سيدنا إبراهيم وجاب الراجل قال له مالك؟ قال له تعالى أنت ضيفي. قال له جئتك فردتني، قال ولكن ربي عاتبني فيك. وقال إزاي ترد؟ خده. قال ربك؟ قال ربك نعم الرب، رب يخاطب أنبياءه في أعدائه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى عطاء الربوبية دي ملوش لازمه. ولذلك ما تقولش اللي كافرين بالله كذا وكذا وكذا وعندهم وإحنا الفقراء، نقول له ده عطاء ربوبية وأحسن استقبال الأسباب، واللي يحسن استقبال الأسباب ياخد الخير. أنت تكسل عنها تفضل كده متخلف. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله. وبعدين يجيب ايه؟ ومعارج عليها يظهرون. اي جمله مبتدا وخبر، معارج عليها يظهرون. طب المعارج دي كانت سنه كام؟ ما كانتش الا في القرن العشرين. طب وازاي النبي يقول كده؟ ربنا يقول له معارج اسانسيرات هي جت كانت ايامها موجوده. قال لك انت عايز القران ما ينطرش كده شويه معجزات كده في السكه وهو ماشي، لازم ينطر شويه معجزات. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا. ومن العجيب أنه لم يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد، بيخلينا أربع 15 سنة في الكون من غير تكليف. الله. يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك
إلا إذا استكملت تكوينك. لأنني لو كلفتك وظهر تكوين جديد فيه تقول يا رب أنا كلفتني والتكوين ده ما ظهرش فيه، هيكلفه قبل أن يبلغ، وبعدين يبلغ البلد هيلاقي حاجة شعوطته. قل له يا رب أنت كلفتني قبل الحكاية اللي أنت جبتها لي دي، الحكاية دي عاملة فيها، مش هكلفك إلا لما تيجي لك. لا يكلفك إلا حين تبلغ الأشد، ومتى تبلغ الأشد في التكليف؟ أن تكون صالحا لإنجاب مثلك. يبقى تكونك سليم ما دام صالح لإنجاب مثلك، بقى تكونك سليم. ليه؟ أم قال لك لأن الثمرة لو جبت بطيخة مثلا وكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم، لأن الله يحرس الثمرة التي تأتي بشجرة أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتنضج البذرة. لو كانت تبقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب، نقوم ما نجدش بقاء النوع. يقوم ما يخليش الثمرة يبقى حلوة إلا إذا البذرة بتاعتها صالحة لأن إيه؟ لأنها تتغرز وتطلع. ولذلك إن أنت سهيت عنها وقد نضجت تأعلك هي على الأرض. ليه؟ لأنها ستؤدي مهمة اللذة في طعمها لك، وتؤدي مهمة بقاء النوع في إيه؟ البذر اللي هيجيب. لأن لازم في أو في الخلق، لأن في خلقين، خلق أول وخلق ثاني. الخلق الأول خلق الله أصول الأشياء، وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من أصول الأشياء. ولذلك السيدة مريم حينما قال لها النجار قال لها أقول لك يا مريم، بعد ما ظهرت الحكاية بتاعت النهار، أتوجد شجرة بلا بذرة؟ طب هات لي جواب أنت بقى، أتوجد شجرة بلا بذرة؟ قالت له نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. يبقى الشجرة اللي أنبتت أول بذرة دي زي آدم ما خلق برضو عمل لك، وبعدين نتناسل إحنا بقى. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى أحسن تربيتنا، وبعد ذلك لما ننضج ونبلغ يكلفنا، يكلفنا مش الرب اللي بيكلفنا، الله بقى، لأن رب المربي، إنما الله المعبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ونهيه. قبل ما يبقى مطاع في أمره ونهيه ادى ربوبية، فكأنه قدم الخير لك. فلا أقل من أن تقدم الجزاء على الخير تحية بأن تطيع من ربك. ولذلك جعل الأبوين لما حب يوصي الولد على الأبوين، ليه مسألة الأبوين دي؟ ولذلك يقول لك عقوق الوالدين ده أكبر الكبائر. ليه؟ أما قال لك لأن ربنا عايز يروضك ويعلمك أن تحترم من كان سببا في وجودك، لأنك أنت اللي احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الأبوين، هننقلك نقول لك طب خد بقى السبب الأول اللي هو ربنا. إذن برنا بالوالدين وطاعتنا لهم دربة على أن نروح للأول. ولذلك واعبد الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. الله، ولما جه يوصي عجائب التوصية، وصينا الإنسان بوالديه. طب التوصية بالأب والأم، وبعدين ما جابش حيثية إلا للأم، حملته أمه إيه؟ كره، ووضعته وحمله وفصاله، ما جابش حاجة للأب. ليه؟ لأن عطاء الأب لابنه كان، والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل، ولما يكبر ما يفتكرش أمه عملت إيه به، لأنه ما كانش ما يعرفش، إنما أبوه عارف، عايز يعرف لما يجي أبوه، أبوك جاب، أبوك رأى، إذن أبوه هو اللي ظاهر في المسألة. لكن ياما كانش يعرف، امه هي اللي قامله ولا شفاه،
فتحتاج الى ان توصى بها. يجيب الحيثيات وصاهم الاثنين، لكن حيثيات التوصيه للام اكثر. وبعد ذلك يعمل لنا لقطه كان ولا بد ان تكون، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربيه بس، والتربيه قد تكون من غير اب، واحد مات ابوه وناس ربته. اذن فالوليد له حق البر بمن كان سببا في وجوده، وله حق البر لمن كان سببا في تربيته وان كان اجنبيا. وقل رب ارحمهما كما ايه، كما ربياني ربياني صغيرا. الحق سبحانه وتعالى عشان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري، لانه يدربني على عرفان الحق لله، لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول، وده اوجد الايجاد الايه الثاني، فجعل الايجاد الثاني وسيله الى ان نحتنم سبب الايجاد الاول حتى في قمه ما يتصل به. لان قمه ما يتصل به اللي يتصل به ان نؤمن بالاله الواحد. طب واذا كان واحد كفر بقى بالاله الواحد، ومش كفر وبس، وقال لابنه لازم تكفر، لا بقى هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر وياه. فربنا جاب الحكم ما تطوعوش بالحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ بيحقق البر بسبب الوجود الادنى لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ الاعلى. بعد ما يكلف تيجي منطقه الله. الله ده بتاع تكليف بقى. يبقى الربوبيه عطاء والالوهيه تكليف، بس تكليف يديك فوق العطاء الاول. ليه؟ لانه انت في الدنيا، الدنيا عمرها ايه، ما تقولش الدنيا عمرها ايه من ادم لتقوم الساعه مش بتاعتك، وانما عمر الدنيا عند كل احد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف قد ايه هتقعد سنه، هتقعد سنه، ده عمرك، مالكش دعوه بالدنيا بقى، لان الدنيا هتبقى زمن لغيرك، فيبقى دنياك هي اللي على قدك. وهذه محكومه من الله طولا، يعني واحد سنه 10 سنه سنتين سنه مش عارف سنه 70 سنه 90، مساله طول هذه ما فيش حد له فيها حاجه. اذا فطول الاجل ما حدش له فيها حاجه. قال لك انا خدت حاجه وهي الطول، انما رحمتي بيك اديتك حاجتين اثنين ما استاثرتش، انا خدت الطول بس وابهمت سببه عشان تستذكر دائما انه يمكن يقع عليك المثل الوقت ده، فتستحي ان تعصي وتقع ويقع موتك وانت على معصيه. يبقى انا ما اتحك ولا لا اعرف سببه ولا اعرف اي شيء. والى لقاء اخر ان شاء الله.